دكتور عادل عبد الغفار متحدث باسم وزارة التعليم العالي، إذن هؤلاء الطلبة ينتقلون للتعليم العالي بكل أشكاله، ملاحظاتك إيه الأول على الأرقام يا دكتور؟ يعني خلينا أكد لحضرتك أولا تهنئة لكل طلابنا وربنا يوفقهم بقى في المرحلة الجديدة في الجامعة بإذن الله. إن شاء الله. أنا عايز حضرتك الرسالة الأولى إن أنا بطمن كل الناجحين سواء في الدور الأول أو حضرتك في الدور الثاني، ربنا يوفقهم إن شاء الله، بالإضافة لطلاب الشهادات المعادلة وأيضا طلاب المسابقة المركزية الدبلوماسية الفنية، لأن التسالب مثار مع كثرة عدد الطلاب، هل لدينا إمكانية وإتاحة إن نستوعب كل هذا العدد من الطلاب؟ أنا بقول لهم النهاردة الحمد لله مصر عندنا 92 جامعة بأنواعها المختلفة، حكومية وخاصة وأهلية، وعشر جامعات أجنبية وأيضا جامعات بنظم دولية، هذا بالإضافة إلى 175 معهد. بناء على ذلك نقدر نستوعب هذا العدد ونحرص أيضا بالإضافة إلى عنصر الجودة في العديد من القطاعات. هل معنى هذه الإحصائيات وهذه المجاميع انخفاض التنسيق بشكل عام ولا بالزبط. يمكن ان ده سؤال مهم، التخصصات؟ هل تنخفض لا. الارقام؟ خليني اقول لحضرتك ان تجاربنا في السنوات الماضيه هي في بعض التخصصات اللي فيها يعني المساله ترتبط بمجموعه من المتغيرات، اهمها هو مدى اقبال الطلاب على تخصص معين. هذا الاقبال بالاضافه لترتيب الطلاب هو اللي بيفرض عندنا حد عدد، يعني على سبيل المثال متوقع هذا العام في بعض التخصصات زي التمريض وزي الاعلام وزي الجامعات التكنولوجيه اللي ما فيهاش اصلا هذا العام اختبارات قدرات او تم الغاء اختبارات القدرات، يبقى بالتاكيد المؤشر هيبقى المنافسه بين الطلاب الناجحين بشكل عام وليس هناك شرط اجتياز اختبار القدرات، وبالتالي هنا الحد الادنى للقبول سوف يرتفع. فيما يتصل بالكليات والقطاعات الاخرى نفس المعدل حضرتك او نفس المعدل، رغبات الطلاب مقرون بعدد الطلاب اللي هيتم تخصيصه لكل قطاع من القطاعات، سواء كده عن البشري والصيدله والاسنان اللي بيحدده المجلس العام للجامعات. وبالتالي حضرتك بتقولي انكم لا تتوقعون انخفاض في التنسيق او ارقام او معدلات قبول كليات القمه مثلا. مش هقول حضرتك كده، ولكن بقول هي المساله تخضع للمسابقه بين الطلاب نفسهم ومدى اقبال الطلاب ورغباتهم في كل تخصص من التخصصات. يعني حضرتك خلال السنوات الماضيه تجد اتجاه لبعض التخصصات، يعني الحاسبات والمعلومات في زياده رغبه للطلاب في الالتحاق بهذا التخصص، على سبيل المثال بالنسبه للتمريض، بالنسبه للقطاع الطبي. فكلما زادت المنافسه بين الطلاب ورغباتهم تجاه قطاع معين ده اللي بيعلم مكانه. اذا حضرتك في درجه من درجات المنافسه بتقل بينهم ده بيؤدي لانخفاض الحد العام. فمسألة القطع بحد أدى من الآن أنا بقول إن ربما ده يكون مبكر بعض الشيء. طيب كل هؤلاء الطلبة اللي هم كل هؤلاء الطلبة اللي نجحوا 598 ألف وغير الدور الثاني والدبلومات، كل هؤلاء لهم أماكن في الجامعات الحكومية والمعاهد والخاصة والجامعات الخاصة؟ احنا حضرتك باكد الدولة استثمرت خلال العشر سنوات الماضية ميزانيات ضخمة جدا على منظومة التعليم العالي، استثمارات القطاع الخاص كانت كبيرة جدا، وبالتالي اصبح عندنا بنتكلم على 92 جامعة 175 معهد، عنصر الاتاحة اصبح متاح، مفيش قلق، المسألة لم تعد كما كانت من قبل. لما بنقارن السنة حضرتك بعشر سنوات ماضية لا الدنيا اختلفت جدا، لان عدد الجامعات من ناحية، الجامعات الحكومية زادت، عدد الكليات للجامعات الحكومية زاد، البرامج عندنا، عدد الجامعات الخاصة زاد، طبعا منظومة الجامعات الأهلية عندنا 20 جامعة، هذا بالإضافة لأفرع جامعات أجنبية وجامعات اتفاقيات دولية. معنى ذلك أن عنصر الإتاحة الحمد لله موجود، دي مسألة يعني ليس لا تقلقنا، وبالتالي الطلاب اللي بيتخرجوا السنة دي من كل الشهادات سواء ثانوية عامة أو شهادات معادلة أو تعليم فني، الفرص المتاحة يعني تكفي لجميع الناجحين. طيب علشان بس مكافحة الإعلانات بير السلم، هل كل الجامعات والمعاهد يجب أن تكون واضحة في التنسيق؟ هل في حاجة خارج التنسيق الطلبة ممكن يلتحقوا بيها؟ بشكر حضرتك على هذا السؤال، ولذلك لمكافحة الكيانات الوهمية وزارة التعليم العالي على مدار العشرة أيام الماضية نشرت أكثر من مرة
القوائم المعتمده لكل مؤسسات التعليم العالي في مصر. يعني بتتكلم على ما اسماء الجامعات الحكوميه والخاصه والاهليه والمعاهد اللي هي بتمنح شهاده معتمده من المجلس الاعلى للجامعات، وما هو خارج هذه القائمه لا يعتد به. ولذلك بنصح كل الطلاب مراجعه الموقع الالكتروني لوزاره التعليم العالي، مراجعه الصفحه الرسميه للوزاره، فيجدوا قائمه بالمؤسسات المعتمده. هذه هي المؤسسات التي تمنح شهاده معتمده من المجلس الاعلى للجامعات، وما دون ذلك لا يدخل في هذه القائمه هو كيان واحد. هل جزء منها في التنسيق وجزء منها بيتقدم الطالب للمؤسسه نفسها ولا كلها تنسيق؟ بالتاكيد التنسيق حضرتك الحكومي معني بتوزيع وتنسيق الطلاب على الجامعات الحكوميه والمعاهد. اما القبول والتنسيق بالنسبه للجامعات الخاصه والجامعات الاهليه، القبول بهذه الجامعات وايضا افرع الجامعات الاجنبيه والجامعات الدفاعيه الدوليه، الطالب يتجه مباشره الى الجامعه بملف اوراقه وفقا للمراحل اللي بتعلن عنها الوزاره. هنعرف امتى الارقام اللي بتاعت الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه؟ لان دايما في هنا خناقه دايما، مين اقل من مين علشان الاماكن اللي هو تنسيق الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه. ده بيجتمع خلال مجلس الجامعات الخاصه والاهليه وبيحدد الحدود الدنيا لتقدم الطلاب لكافه القطاعات. وعايز اقول لحضرتك انه بتتم اتباع نفس سياسه الشفافيه مع كل قطاعات التعليم، سواء بنتكلم على الجامعات الاهليه او الجامعات الخاصه، نفس الفرص المتساويه. ولو رجعنا حضرتك الى بالنسبه للطلاب العائدين من الخارج، تم التعامل بنفس الشفافيه مع كافه قطاعات منظومه التعليم العالي. لكن المؤكد ان احنا بنتكلم عن تنسيق حكومي لا يخص الجامعات الحكوميه والمعاهد فقط. اما القبول بالجامعات الخاصه والاهليه والجامعات الدوليه، ده بيرتبط بالتقديم المباشر من الطالب الى الجامعه عن طريق المواقع الالكترونيه للجامعه. امتى التنسيق هيفتح يا دكتور؟ بالنسبه للجامعات الخاصه والاهليه، مجلس الجامعات الخاصه والاهليه سيحدد موعد انطلاق القبول الخاص بهم، وسيعلن مركز الاعلام لوزاره التعليم العالي توقيت بدء القبول بهذه الجامعات. والجامعات الحكوميه والمعاهد الحكوميه؟ ما احنا الجامعات الحكوميه والمعاهد حضرتك المرحله الاولى ان شاء الله ننتظر بس وصول الشهادات للطلاب، لان الطالب مكتوب في الشهاده بتاعته الرقم السري، وبالتالي لا يستطيع الطالب ان هو يجري عمليه التنسيق الالكتروني الا لما يكون الرقم السري معاه. فالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم بمجرد الاطمئنان على وصول الشهادات للطلاب والانتهاء من التحليل الاحصائي للمجاميع التكراريه لكل القطاعات سواء الرياضيات او شعبه العلوم او شعبه الادبي، سنعلن عن بدء المرحله الاولى ان شاء الله. تقريبا ده بيكون في حدود امتى؟ انا بس نطمئن حضرتك من التربيه والتعليم ان الشهاده في ايد الطالب، لان حصل في سنوات سابقه ان تم الاعلان عن مرحله بدء التنسيق الاولى والشهادات تاخرت في بعض الادارات التعليميه، وده اجل المرحله بعض الشيء وتم ان احنا مديناها. عشان كده ننتظر نطمئن من التربيه والتعليم ان الشهاده في ايد الطالب على الرقم السري بتاعه، سنعلن مباشره عقب ذلك عن بدء المرحله الاولى ان شاء الله. شكرا دكتور عادل عبد الغفار، متحدث باسم وزاره التعليم العالي.